قلت حفظكم الله، واردد على ذي بدعة وداعية، أو إن تكن لنصر بدع ساعية. الآن رواية المبتدع هل نقبلها ولا لا نقبلها أو نفصل فيها؟ نفصل فيها. أولا البدعة قد تكون، يقول الحافظ بن حجر ثم البدعة، وإما بمكفر أو بمفسق. فالأول يعني البدعة المكفرة التي تخرج صاحبها عن الإسلام لا يقبل صاحبها الجمهور. وطبعا الحافظ بن حجر أكد على موضوع، قال بس ينبغي التأكد. ما معناه التأكد؟ من كون البدعة فعلا مكفرة. يقول لأن الطوائف تشتد بينهم الخصومة فيكفر بعضهم بعضا، فيكون هذا تكفير ليس بدقيق، ما هو صحيح. لكن لو إنسان فعلا ابتدع بدعة فأخرجته من الملة فهذا لا يقبله الجمهور. والثاني اللي هو البدعة غير المكفرة، فهذا هو الذي ذكر في البيت، قال واردد على ذي بدعة وداعية، أو إن تكن لنصر البدعة ساعية، أن تسعى لنصر البدعة. إذن باختصار حكم رواية المبتدع، رواية المبتدع اللي هو الباقي في حظيرة الإسلام ما خرج عن الإسلام، تقبل رواية المبتدع أو ترد رواية المبتدع بأمرين، إذا كان داعية أو كان الداعية لبدعته، واحد، أو كان يروي ما يقوي بدعته. لماذا؟ ليش هذه الأسباب؟ نقول الداعية قد يحمله حرصه على نشر هذه البدعة، قد يحمله على أن يعني يكذب في الحديث لكي يروج لهذه الفكرة، لأن الداعية عادة يكون عنده تعصب لبدعته فقد يحمله هذا. الشيء الثاني، إذا روى هذا المبتدع رواية تقوي بدعته فعند ذلك يصبح متهم، أنه قد يكون هو زين في هذا الحديث أو غير فيه أو أضاف أو حذف لكي يقوي بدعته. إذن التهمة ستكون بسببين أو بسبب أحد أمرين، الدعوة للبدعة أو رواية ما يقوي البدعة. يعني هاتان الخصلتان تكون شبهة تحملنا على رد بدعته. والخلاف في هذه المسألة طويل عريض، يعني فيه أقوال أخرى كثيرة في رواية المبتدع.